السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن الضجة التي أحدثتها الرقص مايا. طبعا نحن لن نتحدث عن الحرية، أنهم جميعا أحرار، من أراد أن يرقص يرقص، من أراد أن يغني يغني، لكن كذلك من أراد أن يصلي فليصلي. لكن اليوم سوف نتعلم طريقة الردود على الشبهات، سوف نشرح هذه العملية. كثير من الراقصات الآن أصبحنا يستفيدنا من تلك الضجة، وعندما يريدون ضجة أكيد يقومون بأشياء صادمة للمجتمع. وكلما أفل نجم إحداهن قامت باختلاق شيء صادم لكي تعود للواجهة من جديد. هل تعتقدون أن الراقصة مايا تهمها المساجد؟ أنا هذا العام ما صليتش. السيدة تقول أنها تتواصل مع الله بشكل مباشر، وكلامها كله ليس العيب فيه أو فيها، لكن العيب في من أثار هذه الضجة. عندما تجد مثل هذا الكلام لا يجب أن تشاهده أصلا ولا ترد عليها. إذا أردت أن تخلق ضجة أو تنشر شبهة فالأمر بسيط جدا. أولا تقوم برصد ظاهرة موجودة، ثم تضخيمها، ثم تعميمها. نعم، الرصد ثم التضخيم ثم التعميم. يعني أكيد أن الراقصة مايا تعرف أن الكباريهات التي تعمل فيها فيها خمور، والخمور من النجاسات. تعلم أن حمامات تلك الكازينوهات، وتعلم أن تلك الكازينوهات فيها هيروين، فيها شيشة، فيها خمر، فيها مخدرات، فيها أشياء مقرفة. لكن هي ربما تركز على الأضواء، على البناء، على لباس الأشخاص الذين يذهبون إلى هناك، وبالتالي تقوم بتضخيمه ثم تعميمه على أن البارات نقية. هذا إذا أرادت أن تظهر أن البارات نقية. أيضا المساجد، هناك العديد من المساجد الكبيرة النقية، هناك أشخاص يأتون بلباس جلابيب غالية الثمن، عطور غالية الثمن، أشياء كثيرة. لكن هناك بعض المساجد ربما 5% من المصلين أو 10% من المصلين ربما يأتون بشكل عادي، ربما تحصل بعض الأشياء بسبب أن المسجد يدخل يوميا عدد ضخم جدا من المصلين. كما أن وزارة الأوقاف لا تهتم كثيرا بالمساجد، لا يوجد رجال نظافة، لا يوجد حراس أمنيين لهذه المساجد أو سيكوريتي. إذن الراقصة مايا قامت برصد ظاهرة صغيرة، ألا وهي بعض مظاهر ربما عدم النظافة الموجودة في بعض المساجد، ثم قامت بتضخيم هذه الظواهر، وكأن كل المساجد كذلك، وكأن المسجد عبارة عن مزبلة. ثم عندما قامت بتضخيم هذا الأمر قامت بتعميمها. أنا لا يهمني أبدا أن أرد على مايا، أنا فقط عندما حدثت الضجة أردت أن أعطيكم معلومة كيف ترد عن من يقوم بنشر الإشاعات، وكيف تفهمه إذا كان ينشر إشاعات أم لا، إذا كان يريد أن يلقنك أو يقنعك بمعلومة ما. إذن الشبهة تمر من 3 مراحل: الرصد، ثم التضخيم، ثم التعميم. كانت هذه هي المعلومة التي أريدكم أن تتعلموها. شكرا لكم وإلى اللقاء.